بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة التاريخ. نتحدث فيها عن التواصل الحضاري المصري مع قارة آسيا. أعزائي الطلبة والطالبات، سوف نتعرف في هذا الدرس عن معابر أو طرق التواصل الحضاري نحو قارة آسيا، التواصل الحضاري بين مصر وبلاد العراق القديم، التواصل الحضاري بين مصر وفينيقيا. أولا، معابر أو طرق التواصل الحضاري نحو قارة آسيا. هناك طريق شبه الجزيرة سيناء، وهناك طريق لساحل البحر المتوسط، وهناك طريق لساحل البحر الأحمر. ثانيا، التواصل الحضاري بين مصر وبلاد العراق القديم. نتحدث أولا عن التواصل السياسي والعسكري، حيث في عهد الملك تحتمس الثالث امتدت الفتوحات المصرية إلى بلاد العراق القديم. وفي أواخر الدولة الحديثة استولى ملك أشور على مصر لفترة قصيرة، حتى نجح الملك أبسماتيك الأول في طرد الأشوريين من مصر. ولا ننسى المصاهرة السياسية في عهد الملك رمسيس الثاني بعد انتهاء معركة قادش وتوقيع اتفاقية السلام بينه وبين ملك خيتا في الأناضول بآسيا الصغرى. تبع ذلك وجود مصارعة سياسية بينهما، حيث تزوج الملك رمسيس الثاني من ابنة ملك خيتا، وسكنت العروس في مدينة بر رمسيس، وجعل الملك رمسيس الثاني الآلهة عشتار آلهة من ضمن الآلهة التي عبدت في مدينة بر رمسيس لأنها كانت تعبد في مدينة خيتا. أما عن التواصل الاقتصادي، فهناك علاقات تجارية بين مصر وبلاد العراق القديم. الدليل على ذلك الأختام الأسطوانية الأربعة التي عثر عليها في جرزة بمحافظة الجيزة، وفي نجع الدير بمحافظة سوهاج، والتي تنتمي إلى حضارتي الوركاء وجمدة ناصر في بلاد العراق القديم. أما عن التواصل الثقافي والفني، فأخذت بلاد العراق القديم عن مصر نظام يشبه الهرم المدرج في بناء معابدها، وأخذت مصر عن بلاد العراق القديم رسم الحيوانات المجنعة، أيضا استخدام الأختام مثل الختم الملكي للفرعون حور محب في الأسرة التاسعة عشر. كما كان هناك تواصل اجتماعي وديني، حيث تأثرت بلاد العراق القديم بأفكار المصريين، خاصة فكرة الاعتقاد في البعث والحياة بعد الموت. وانتقلت عبادة عشتار من بلاد العراق القديم إلى مصر في عهد الملك رمسيس الثاني. ثالثا، التواصل الحضاري بين مصر وفينيقيا، حيث كان الفينيقيون أول أمة بحرية سكنوا المنطقة الساحلية شرق البحر الأبيض المتوسط أي لبنان وسوريا حاليا، وبذلك احتلوا رأس المثلث الحضاري الذي يتكون من فينيقيا رأس المثلث، بلاد العراق القديم الضلع الأيمن، مصر الفرعونية الضلع الأيسر، شبه الجزيرة العربية في اليمن قاعدة المثلث. من هذا المثلث خرجت حضارة إنسانية شعت بنورها على العالم، هي الحضارة الفينيقية. التواصل السياسي والعسكري، أراد المصريون القدماء السيطرة على سوريا ولبنان وجعلها وحدة واحدة لتكون بمثابة خط الدفاع الأول على الحدود المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، ليس استغلالا لثروات تلك البلاد. فقاموا بإرسال حملات عسكرية وإنشاء العديد من القلاع والحصون الحربية بفينيقيا. في عهد الملك تحتمس الثالث اشترك الفينيقيون في معركة مجدو بجانب المصريين. وفي عهد الملك إخناتون وصل نفوذ مصر في سوريا إلى الضياع تقريبا،
وذلك لانشغاله بنشر الدعوة الدينية الخاصة به عن أمور الدولة. وأخذ الملك رمسيس الثاني على عاتقه بتعزيز النفوذ المصري في سوريا. وبعد المعاهدة التي عقدها مع الحيثيين ظلت المدن الفينيقية تحت السيطرة المصرية وتدعمت الصلات التجارية بين مصر وفينيقيا. أما عن التواصل الاقتصادي فحرصت مصر على فتح أسواق في فينيقيا بهدف بيع منتجاتها في تلك الأسواق واستيراد خشب الأرز من فينيقيا لاستخدامه في صناعة السفن ومقابر الملوك. وزادت العلاقات التجارية بين مصر وفينيقيا في عصر الدولة الحديثة. واستعان الملك نيكاو في العصر المتأخر ببحارة فينيقيين للدوران حول إفريقيا لاكتشاف أسواق جديدة، واستمرت الرحلة حوالي 3 سنوات. أيضا هناك تواصل ثقافي وفني، حيث كانت مدينة جوبيل بمثابة منطقة مصرية يسكن بها جالية مصرية من التجار الذين تمكنوا من نشر الثقافة المصرية هناك. وكان الحكام الفينيقيون يكتبون أسماءهم بالهيروغليفية، واتخذوا شعارا ذا طابع مصري لإماراتهم. وعثر في مدينة بيروت على تمثال صغير لأبي الهول والعديد من المسلات المصرية. وألقت قصة سنوحي المصرية الضوء على الحياة في بلاد سوريا التي صورت حياة البدو وخشونة طباعهم. فترة وفاة الملك ابن محات الأول وتولي الملك سنوسرت الثالث. أما عن التواصل الاجتماعي والديني فقد تأثر الفينيقيون بأفكار المصريين ومعتقداتهم. ظهر ذلك في عادات الدفن، حيث وضعوا الطعام والشراب مع المتوفي تأثرا بفكرة الاعتقاد في البعث والحياة بعد الموت. وتصوير الفينيقيين للكفاح بين الخير والشر في قصة الإله بعل، إله الخير عدو إله الموت، وهي تشبه قصة أوزوريس وست المصرية. أعزائي الطلبة والطالبات، مما سبق نستنتج أن هناك تأثر لحضارات الشرق الأدنى القديم بالحضارة المصرية في كل مظاهرها. هناك طرق أو معابر للتواصل الحضاري نحو قارة آسيا. قد حدث تواصل حضاري بين مصر وبلاد العراق القديم، وهناك تواصل حضاري بين مصر وفينيقيا. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: كانت هناك علاقات تجارية بين مصر القديمة وبلاد العراق القديم، حيث أن الأختام الأسطوانية الأربعة التي عثر عليها في جرزة بمحافظة الجيزة وفي نجع الدهب بمحافظة سوهاج، والتي تنتمي إلى حضارتي الوركاء وجمدة نصر في بلاد العراق القديم. بما تفسر، كانت جبيل بمثابة منطقة مصرية حيث يسكن بها جالية مصرية من التجار الذين تمكنوا من نشر الثقافة المصرية هناك. هكذا أعزائي الطلبة والطالبات، كما تعودنا نحن نتعلم ببساطة لنفهم، ونفهم لنتعلم ببساطة.